التشريع لان عقوبه استغلال او اسم طب انا تطبيق. عاوزك بقى حضرتك بس تعرف لي الباراميديكال هم ايه، او نعرف الساده المشاهدين هم الباراميديكال مين. اي انسان بيمارس مهنه الطب البيطري هو سواء بيعالج او سواء بيبيع دواء، الباراميديكال ده آفة كبيره جدا. في ناس بتقدر ان عدد الباراميديكال للاطباء البيطريين 1 لـ 4 او 1 لـ 5، في ناس بتقول 1 لـ 7 1 لـ 10. ظاهره انتشرت انت عاوز تقول ان هو مش التمرج البيطري اللي هو التمرج البيطري، هو كده يعني. التمرج البيطري او حاليا بيشتغلوا في مجالات الادويه. الدكتور حسن كان معايا الحلقه اللي فاتت، حسن حلمي، وبعدين قال لا ده مش التمرج البيطري لان ما بقوش موجودين، ها، او قال له او انقرضوا. قلت له طب المهندسين الزراعيين؟ قال لي هو المهندسين الزراعيين ده ناس واحد بالخبره كده بالظبط. جرب حاجه عنده فبدا بقى ايه يا عم. فانا بقول له ده العيب يجي على الشعب، الشعب ازاي يسيب الناس افراد الشعب العاميين ازاي يسيبوا الطبيب البيطري ويروحوا لده؟ لا دي مشكلة كبيرة جدا وعاوزة توعية. وعلى فكرة فاحنا احنا يعني بنحط ايدنا في بعض وبنفكر سوا بصوت تمام عالي ازاي تمام نحاربهم؟ نحاربهم محتاجة تغيير تشريعي، لأن العقوبة حاليا مش معقولة يدفع 50 جنيه و3 شهور حبس. لازم تغليظ العقوبة، لازم الطالب بتاع الطب البيطري يستخدم الأدوات الحديثة في التشخيص في سونار، لازم يتدرب كويس لأن الطالب بيخرج غير مهيأ لسوق العمل. فبالتالي طب أي انا عاوز اقول واحد لك حاجه، اتفضل. شهاده يعني طالب وبنات وفاتحين عيادات لارج انيمال وزنقات وزرتهم تلامذتنا يعني وكده جميل جدا وشغالين، وفي حد لوحده بنات برضو والسونار وكده وبيشتغلوا. رائع، ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا دي عايزينه نماذج انا هعرضها في البرنامج بعد بالظبط. كده يعني. الموضوع التدريب ده قضية كبيرة جدا، وتطوير تمام التعليم دول قضيتين متلازمتين لازم يتفتحوا يعني بشجاعة شوية علشان نحل مشكلة الباراميديكال ومشكلة تطوير التعليم مع